مرحبا حبايب. هذا البيت صاير بشانتلي تاون هاوس، حقرا مواصفات هيك على السريع حتى اساعدكم فكرة. 3 غرف نوم، حمامين ونص، مساحة الكلية البناء 2262، سنة البناء 2000، الدفعة الشهرية تطلع بحدود 2094 دولار. إذا تدفع 20%، 20% على 98,000 دولار. إذا ناوي تدفع أقل شيء أضعف الإيمان 3%، راح تطلع الدفعة الشهرية 2431 قبل البي ام اي. البي ام اي معرف عن طريق موظف القروض، إن شاء الله أخونا ياسر، إذا تحبون تتواصلون وياه ويعطيكم الأرقام بالضبط. هذا البيت شفناه تقريبا قبل شهر، كان معروض 490,000 دولار ونباع ب 505، يعني تقريبا الدفعة الشهرية ايش قد صارت؟ يعني خلينا نقول 505، إذا نقول 3% اللي هو أضعف الإيمان، 3% يعني 15,000 دولار، الكل عندهم 15,000 دولار داون بيمنت، تطلع الدفعة بحدود 2490 بدون البي ام اي، بدون البرايفت مورجج انشورنس. عدا هذا الشيء إذا تدفع 20%، خلينا نجي نشوف الأرقام على السريع. اوكي، بدون بي ام اي لانت راح تدفع 20%، 2142. بعض الاحيان اذا انت السكور مالتك زين، وضعيتك زينه، تدفع بي ام اي اقل. كل احوال ما احب ادوخكم، خلينا نشوف البيت، واي سؤال انا حاضر. اسمي احمد مكيه، وكلكم عقاري من شمال فيرجينيا. تحياتي. اوكي، هذا البيت منطقة هدوء. الفيزيتر باركينج صاير اما هاي الدخلة او هاي الدخلة. زين، اكو هم هناك فيزيتر باركينج. I'll verify this. انا طبق سيارتي بالفرع. شوف البيت داير. ايه لاحظته عندك انت، يعني هذا شوية شلون هنقول love and care. هاي هم فيزيتر باركينج هنا. زين، نشوف البيت من جوا. كراج واحد، هذا كرشي تمام. الجراج I can't see، ما اعرف من وين الدقمة. anyways carpet
ايه البيت سيتهم السريع السريع. طبعا ماكو بيسمنت، هو هاي المنطقة مال البيسمنت. حرف ال جاية شي لوندري اريا. اوجي سو طبعا هواي شغلات بالبيت محدثة، واحدة منها الروف مسويه العام، فالمفروض اكو روف ورانتي، فهواي تحديثات مسوية بالبيت حسب الديسكربشن. حلو والله ضاوية سماش. طبعا ماكو اي نويز، دا اسمع دا النويز مال يوتيليتي لانها ماكو بيسمنت، يعني ماكو شارع قريب. صعد فوق مين ليفينج اريا. اوه نايس نايس. سو تحت الارضية باب الناس. البيبسي الزين الكوكي على قولة. هاي القعدة مال دايننج اي اسيو. افتح الضوء لطيفة تايل جرانيت. بنيتشي جنت شكلها جديدة. Very nice system. بوش اوكي غاز طبعا في خط غاز بيت جست كول. اخذ لي بطل طالع برا قلبك يا ولد. بيرة اوكي very interesting. سو اطلع البرا هذا يراد له شغل يتغير الى هاي الالواح الجاهزة اللي ما يحتاج لها صيانة، او ينصبخ ينحك وينصبخ ويرجع كأنه جديد.
سو هاي وضعية الجيران. باركينج اريا. يعني هاي يراد له شغل. I would say no less than 3,000, no more than 6,000. شوي عصي يعني الراد له هذا بس nothing alerting. ناس جايين عنده يشوفون البيت. ف I have to make it quick. Alright, سوق سريع هنا في شمال فرجيني. So هاي الماستر بيدروم. Two closets. And hello. Jet it in Java. Number one, always. Get the grandma on that side now. Nice. Cool. Another closet, walk-in closet. مشترك. Here we go. يراد إضاءة إضافية. ما أفكر أنا بس. This is very nice. Shower head. هاي من الأمازون أتذكر. بيت مال ميشيغان كان عندي واحد مثل هذا. So. يعني حمامات مجددة. Everything is functional. غرفة على اليسار. Hardwood. And I would say 11 10 10 11 هاي تقريبا نفس الشيء، مو كبيرة كلش بس تسوى. هذا هو خلصت جولتنا مالية. أكيد جهاد يلعبون. لاحظ الجهات يلعبون برا بايسيكلات طالعين ترى خطية محتصرين فترة المدارس كلهم قضيها زوم من الجهات طلعون. نايس. Very nice. مطابق السيارة على اليسرى.
الاند يونتس كلها تقريبا مسيجة كلها اللي باشر كل النيبرهود مسيج ورا فاكو برايفسي كلها علامات البصر As you can see, هذا هو خلصت الجولة تحياتي